من البريد المركزي والجمهور الغفير الذي يستقبل بالأعلام الوطنية هؤلاء الأبطال الذين صنعوا التاريخ مرة أخرى وكتبوا سطرا آخرا في قاموس التاريخ الكرة الجزائرية الحاضرة بعد ملحمة خيفون 82 والمنتخب الوطني الذي حقق فوزين ولكنه لم يتأهل بعد ما حدث بين ألمانيا والنمسا والفيفا تراجعت في كوفي هذه الصورة الجمهور مع اللاعبين des supporters algériens au Brésil pour Zaï. Il aura encore sûrement l'occasion de saluer tous les supporters algériens en Algérie pour le retour des Fennec au pays. Nous, on fait une toute petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour reparler encore de cette rencontre.